يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح، يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بحضراتكم ومع الحلقة 115 من برنامج حاد الركب، وورد اليوم بإذن الله تعالى من الآية 135 إلى الآية 139. نفتح المصاحف ونتعرف ضيفنا في الاستوديو اللي بيشرفنا والضيف الدائم على البرنامج وتقريبا على يوم السبت، الشيخ مروان يحيى. منور يا شيخ مروان. الله يكرمك، جزاكم الله خير. قلت تقريبا عشان لو اعتذرت يوم ولا حاجه يعني. رفع الله قدرك. الله فيك. ربنا يبارك فيك يا شيخ مروان ووفق ان شاء الله. اللهم امين. اللي حابب يتواصل معنا ويقرا معنا باذن الله تعالى ورد اليوم في الوقت المتبقي من الحلقه يتصل على الارقام التي تظهر تباعا على الشاشه امام حضراتكم باذن الله تعالى. يبدا الشيخ مروان مشكورا ماجورا باذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ما شاء الله عليك شيخ مروان، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. بتمتعنا دائما بقراءتك الطيبة. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم آمين. آمين يا رب آمين. نبدأ بقى وآية آية إن شاء الله وأنت معي. إن شاء الله تعالى. أول آية بتقابلنا في سورة من سورة النساء الآية 135، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقف كاف للبدء بعده بالشرط، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وقف كاف.
وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقف تام. طبعا أنا جبت مرة قصر ومرة توسط، يعني ما لا حرج في موضوع الشرح إن شاء الله. يعني إن شاء الله صحيح. طيب يبقى عندنا ثلاث وقوف في هذه الآية. نعم. وقف كاف، وقف كاف، وقف الثاني، والوقف الثالث على رأس الآية، وقف تام بإذن الله تعالى. أخطاء شائعة بقى شيخ محمد. بارك الله فيكم. اسمح لي بس أضيف شيئا في الوقف والابتداء سيدي الفاضل. نعم، تفضل. بارك الله فيكم. قبل الأخطاء، بالنسبة يا أحبة بارك الله فيكم، كثير من الناس اللي يقول لك إيه، إن تقرأ زي ما تقرأ براحتك، وقف على أي شيء. طبعا هذا الكلام على عمومه خطأ، إلا إذا ذرعك قطع النفس، ديت حاجة تانية. محدش ده بيبقى اضطراري مضطر، اضطرار بقى خلاص ماشي، وبعدين تبدأ تثبت حسن النية مرة أخرى وتأتي بما يحسن البدء به. وده اللي قاله ابن الجزري. تمام. يوقف مضطر ويبدأ بعده. الله يبارك فيك. يعني تخير البدء بعده. جميل. تمام. جميل. تمام. فكثير من الناس سيدي الفاضل يقف كده يقول لك ولو على من، وهذا خطأ. يعني بعض أهل الأداء قال حين الوقف في قوله تعالى بالقسط شهداء لله، قال هذا ليس بوقف، لأن جملة ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين هذا متعلق بما قبله على سبيل المبالغة، فلا يقطع أبدا. فنخلي بالنا. طب أمال إيه من الممكن لو نفسي انقطع؟ ممكن نقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هو قال لك هو ليس بوقف، بس انت اضطررت وترجع تروح أي القوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. تمام. والله أعلى وأعلم. تمام. أول خطأ سيدي الفاضل قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا. كثير من الناس سيدي الفاضل حينما يجتمع حرف مد ثم همزة، اللي بيحصل بيسهل أو بيعمل دمج بين حرف المد والهمزة، يعني يقول كده يا أيها الذين، ويحصل شيء من التسهيل. طيب ما نحط قاعدة كده بفضل ربنا إن أذنتم لي سيدي الفاضل، بحيث إن إحنا نستفيد والجمهور يستفيد معنا بهذا. كل همزات رواية حفص عن عاصم، تمام، كلها محققة إلا سبعة همزات، ستة منهم وجه ثاني وواحدة لها أداء واحد. تمام. الواحدة أعجمي كما تعلمون فضيلتكم في سورة إيه؟ في سورة التسهيل. تمام كده. طب خلينا ستة نقول فضل. ثلاث كلمات بست مواضع في القرآن. صحيح. عشان هما الكلم كل كلمة مقررة في مرتين. صحيح. يعني. صحيح. أحسنتم بارك الله فيك. نعم. إحنا اتفقنا طبعا سيدي التوصيف يسعنا. نعم. أنا قصدي أقول إن أنا برضو ده بيسهل قوي لما نقول إيه؟ الذكرين. الله. نعم. الآن. نعم. صحيح. تمام. الذكرين موضعين في سورة الأنعام. نعم. وقال الآن موضعين في سورة يونس. نعم. وقال الله موضع في يونس وموضع في النمل. أحسنتم بارك الله فيك. يبقى دول عندي خلاص الباب مقفول من ناحية دي، وأعجمي لنا وجه التسهيل فقط. نعم. بارك الله تمام فيك. تمام حبيبي. لطيفة، ربنا يبارك فيك سيدي. الله أعلى وأعلم ما حكمتها. نعم. موضع الله يونس الله النمل. نعم. الآيتين بتحمل رقم 59. الله أعلى ما شاء وأعلم الله. بالحكمة. تمام. نعم. علمها ما شاء الله. تمام. سيدي الفاضل، فيبقى ماذا نقول يا أحبة؟ يعني اللي أنا عايز أقوله ما تجيش في أي همزة تاني وتروح مسهلها لي أو عامل لي فيها دمج، يبقى أنت قراءتك خطأ. ليه يا سيدي؟ كما تعلموننا حضراتكم في القراءات إن في تسهيل وفي أيوة. نقل وفي تمام. إبدال، صح؟ تمام. طيب أنا لو جيت سيدنا الفاضل أقرأ أي همزة بخلاف اللي حضرتك قلتهم دلوقتي، هل دوت صحيح أم خطأ لو قرأت بالتسهيل في همزة محققة؟ لا طبعا لا يصح أصلا. خطأ. لا يصح. خطأ، لأن هذا نقل. حتى لو كان موجود في قراءة ثانية أو في رواية ثانية ما ليش علاقة بيه. تمام. يبقى أنا بالنسبة لي لازم ألتزم. أنا أقرأ برواية. أيوة ألتزم برواية. طيب فأقول كده عملي سيدنا يا أيها بهذا الوصف، ولا أقول يا أيها. طيب ده في بقى خطأ ثاني. تفضل. وهو تشديد الهمز، والهمز لا تشدد في كلام العرب. تمام. ابدا. ولم تاتي في القران. عايز بس حد مشاهدينا الكرام كده يفتح المصحف من الفاتحه الى الناس ويجيب لي همزه عليها شده، مش هيلاقي. جميل. ليه؟ لثقل النطق بالهمزتين. نعم. تخيل بقى سيدنا ان احنا بنشدد الهمزه كثيرا في القراءه. يا اسمع مني كده. اتفضل. يا ايها. ما انا شددت كده. صح. حصل. انا لما اتي بسكت، سكت دي معناها ان انا ادي زمن بين الهمزتين. او بين الالف والهمزه. صحيح. لا انا اتيت بهمزه يا ايها. الفاصل السكون وبعد كده الحركه. تمام. يبقى شددت وهو ساكن. صحيح. ومتحرك. صحيح. من جنس واحد. تجديد. تمام. تجديد. ومخرج واحد. تجديد. يبقى تجديد. تجديد. خطأ. وده خطا برضو منتشر جدا. أحسنتم. جدا. احسنتم. شيخ مروان، وانا عايز اقول يعني العرب لا يستطيعون أن يتلفظوا، وهم أهل بلاغة وأهل لغة، بهمزة ساكنة بعدها متحرك. ده بل كمان يا شيخنا فضل. لم يستطع العرب أن يأتوا بهمزة ساكنة بعد متحركة.
يا الله. نعم. نجيب مثال؟ تفضل. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ائتوني. بعمل فيها ايه يا عم الشيخ؟ نعم، بيحصل فيها طبعا ابدال، ابدال حرف مد من جنس ما قبله من الحركة. طيب ليه؟ لان في ثقل. اذا كان دي فيها ثقل صحيح، فلك بتاتي بقى الساكنة في الاول. نعم. الثقل بيزيد. نعم، بارك الله فيك. تفضل. يعني انا دائما استفيد من حضرتك. نتعلم منكم حبيبي، ربنا ينفع قدرك. عفو، ربنا يبارك، ربنا يعلمنا واياكم. اللهم امين، بارك الله فيك. طب خطا بقى ايه اخير في الايه عشان عندنا شغل النهارده كتير. وفيها ماشي. طيب على كل يعني نكتفي بكلمه بالقسط. تمام؟ تمام. قول الحق تبارك وتعالى كونوا قوامين بالقسط، الكلمه دي بتظلم في القران الكريم من جهه القارئ. نعم. ليه؟ ايه اللي حاصل؟ هو بالنسبه له متوقع ان السين وقع ما بين ايه سيدنا الفاضل؟ ما بين حرفين مفخمين. ايوه صح. بس ليهم مرتبه ادنى المراتب، القاف هي مكسوره. تمام كده، والطاء ايضا مكسوره جاءت هنا، بغض النظر بقى انها تاتي الطاء على حسب الحركه الاعرابيه ماشي، لكن الغالب كلمه القسط القاف تاتي في مبنى الكلمه في كل القران مالها مكسور. تمام، تمام كده. فليه بتقول لي بالقسط؟ انت كده ابدلت السين صادا ورفعت القاف الى مرتبه عاليه وهي في ادنى المراتب. ليه كل ده؟ وده هي بدون جهد تاتي بفضل الله. فاقول اهو بص حضرتك، واحنا قلنا كما هي وسيله لغايه النبيله تقطيع الكلام، بارك الله فيكم، بالقس اهو. جميل قوي. ما عمرك ما تيجي تقول لي بالقص، لو انا قلت لك قطع لي سيبك من الطاء دلوقتي، هتقول لي بالقص؟ عمرك ابدا ما تعملها كده. لا طبعا. فيبقى بالقس. كان هو بيستعد، للطاء كمان، فالطاء هي اللي عملت المشكله ديت. تصور ذهني استعدادا للحرف سواء قبل او بعد فيفخمها، وطبعا دوت لحن جلي بلا خلاف، وطبعا يؤثر في المعنى غالبا. تمام. بنسبه كبيره تصل الى 95% زي المستقيم. بالضبط كده، بالضبط. يعني اي قاف مكسوره بتقول لمشاهدينا الكرام حضرتك، بارك الله، ان خد بالك اي قاف مكسوره انزل بها لادنى، مش هتجيبها كاف. ايوه بالضبط، من الصعب انك تاتي بكاف. نعم صحيح. نعم. اخر شيء سبحان الله، لطيفه جميله في اخر الايه، فان الله كان بما تعملون خبيرا، لم تاتي الا مرتين في القران الكريم بفضل رب المجيد، واللي بيحفظ على مصحف المدينه سيجدهما امام بعض. نعم. يعني قوله تعالى وان امراه خافت من بعلها نشوزا اخرها فان الله كان بما تعملون خبيرا، وامامها فان الله كان بما تعملون خبيرا، وهذا التزيل لم ياتي الا مرتين فقط في القران. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك. اللهم امين. معلومه قيمه طبعا، جزاكم الله خيرا. الواحد لو تتبع يعني القران في جماله حتى في لفظه، وكمان في مواضع رؤوس الايات، وزي موضوع الادغام التاء في الدال. نعم نعم. تمام. اتت في القران في موضعين في القران فقط. نعم. تمام. والموضعين في حال دعاء. تمام. قال قد أجيبت دعوتكما. تمام. دوت موضع يونس. والموضع الثاني في الأعراف. نعم. فلما أثقلت دعوى الله. هتلاقي فلما أثقلت دعوى الله. الله. وفي يونس هتلاقي الفرق بينهم نفس رقم الآية بزيادة في واحدة منهم بمئة. سبحان الله. وده برضو من ضمن سبحان الله. نعم. كتاب أحكمت آياته. نعم. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والاثنين دعاء وما فيش غيرهم في القرآن. سبحان الله. فيهم دعاء، استجابة الدعاء. قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في كل شيء بقى من المعاني ومن الألفاظ وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. يا رب، اللهم تقبل منا. اللهم آمين. واجعلنا واقبلنا من أهل القرآن يا رب. اللهم آمين. الآية اللي بعد كده إن شاء الله الآية 136 من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقف كاف. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن يكفر ما ينفعش أبدأ بقى هنا من أي مكان تاني، أبدأ منين؟ أقول له ملائكتي؟ لا لا لا، ما ينفعش. يعني لو نفس انقطع عندي هنا أخذ نفس. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ليه ما ينفعش أبدأ؟ لأني كل واو هنا لو بدأت بيها هبدأ بواو القتل، هتكون كأنها واو القصن. واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام. وملائكته
وكتبه. صحيح. صحيح. تمام. توهم. الوقف على رأس الآية وقف تام، يبقى عندنا وقفين في هذه الآية. نعم. نعم. وقف كاف على من قبل، ووقف على رأس الآية وقف تام. أخطاء شعب يقع فيها. إذن بقى لي سيدي برضو شيء في الوقف الابتداء سريعا. نعم. عشان برضو اللي نفسه ينقطع سيدنا، وطبعا هذا ليس تقدما على كلام أهل العلم، فهم. نعم. لم يتركوا لنا شيئا. نعم. لكن أنا بس يعني زي ما حضرتك بتعلمني وزي ما حد بيجي يقرأ عليا، فساعات بنشوف حاجات نفس كتير من الناس بينقطع. نعم. مش قادر. تمام. طيب اللي قاله فضيلة الشيخ أشرف لا يجوز فصل الشرط عن المشروط. نعم. تمام. فالجملة شرطية. نعم. الجواب الشرط فين؟ في قوله فقد ضل ضلالا بعيدا، فما ينفعش أصلا نفصلها. لكن سيدنا الفاضل لو جوزنا، وهذا جائز، ليس أولى. نعم. ماشي لنفس. تمام كده. ودوت هيكون من قبيل المقصد الشرعي اللي. نعم. هو ومن مقاصد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. أحسنت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. نقف فين؟ نقف ثم كفر. يبقى نقول إنها يعني عفوا واليوم الآخر. واليوم الآخر على إنها جائز. تمام. على الجواز. قبل الجائز. على الجواز. نعم. وفي نفس الوقت. أحسنت. ما يكونش حكم. نعم. يعني واحد أنا عارفه ما بيعرفش يجيب 3-4 كلمات. نعم. على بعض. نعم. فأقول له طب قف هنا وابدأ لي فقد ضل ضلالا بعيدا، عشان حتى لا يحول الواو العطفية إلى واو القسم. أحسنت. أو يتوهم السامع أنها واو القسم. بالضبط. أحسنت. بارك. أحسنت. الله فيك. الأخطاء سيدي الفاضل قول الحق تبارك وتعالى يا أيها. خطأين فقط. طيب حاضر اتفضل. أنا بس بالشرط عشان عايزين ناخد الصلاة إن شاء الله من شايف الكلام. بيزعلوا مني أنا مش بيزعلوا من الضيوف. ربنا يبارك في محدش يقدر يزعل منك أبدا. الله يحفظك. بارك الله فيك. يا أيها، نخلي بالنا يا جماعة الخير من تشديدات الياء. نعم. احنا خدنا مرة في الهمزة في الياء اللي فوقية اللي قبلها، المرة دي ناخد الياءات المشددة كثيرا يا سيدي، لا يعرف الإنسان إما أن يفرط فيها أو يفرط فيها. تمام. فواحد يقول لي يا أيها. تمام. يا أيها، طب ما أنت تركت كده حرف كامل. طيب. إياك نعبد. بالضبط أهو في الفاتحة. وإياك نستعين. دي لحن جلي. جلي جلي يعني. من لم يصلي بأم الكتاب فلا صلاة له. نعم. قال ابن عثيمين رحمه الله فمن ترك تشديدة من تشديدات الفاتحة بطلت صلاته. نعم. طيب. فاللي بيجي يقول لي إياك بقى والدنيا دي، ما هو ده كده كده يبقى على كلام الشيخ. لذلك عفوا سيدي الفضل على مقاطعة حضرتك. نعم. قال بعض أهل العلم، لذلك هم قالوا كده، قالوا إن تصويب وتصحيح الفاتحة على شيخ فرض عين. نعم. مش القرآن. صحيح. بقى ماشي، هتقول لي مش عارف القرآن وما يقرأ بعد الفاتحة سنة. طيب العلماء على ما أعتقد لم يختلفوا إن هي فرض عين عليك أنك تصحح سورة الفاتحة. والله ذكرتني يا شيخ. فضل. بموقف حدث لي. فضل. كنت في مسجد يعني، وكان الشيخ بيصلي بينا ويلحن في الفاتحة. طب أقول لك اللي حصل. فضل. بس بعد الفاصل القصير ده إن شاء الله. إن شاء الله. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود ونستكمل مع حضراتكم الحلقة. يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال. يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن جمال بيانه فينا يروينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير. أجدد الترحيب والتحية ضيف الاستوديو الشيخ مروان يحيى منور شمروان. وأرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام. وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الآية 136 الآية الثانية من ورد اليوم، وكان الشيخ مروان بيتكلم على أن الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بقراءتها قراءة صحيحة. وانا كنت بقول له ان في موقف حصل معايا هقوله بسرعه. نعم. عشان نلحق نستكمل الحلقه. نعم. انا كنت دخلت يا شيخ اصلي خلف امام فلحن في الفاتحه الحن جاليه كثيره. نعم. فانا بعد الصلاه رحت للشيخ وقلت له ما شاء الله ادائك طيب والقراءه ما شاء الله، وبس حضرتك يعني ايه لو تصح الفاتحه على حد يكون افضل يعني. فبص لي من فوق لتحت كده قال لي انت معاك ايه عشان تكلمني؟ لا اله الا الله. فقلت له متشكر قوي انا اسف ان انا ازعجت حضرتك ومعيش حاجه، السلام عليكم. ف
ذكرت هذا الموقف يعني من فترة طويلة يعني. الدين النصيحة. نعم. لكن للأسف ما احنا هي عارف سيدنا الفاضل المشكلة في مجتمعاتنا الإسلامية إيه؟ بين النظرية والتطبيق. نعم. أحسنت. نسأل الله عز وجل. خلاص ناخد بقى خطأ واحد في الآية ديت وبعدين ندخل أهل التاريخ. طيب حاضر الآية. طيب هنكمل الخطأ. قوله تعالى يا أيها، نخلي بالنا من تشديدة الياء. نعم. تمام كده. ولا نقف أيضا عليها زمان كثير ولا نتركها. يعني ما يعني قلتش يا أيها. أيوة ده كثير. دوت كثير. نعم. تفضل سيدي. خلاص كده؟ خلاص ما عشان الوقت. طيب. ننتقل لآية التاريخ الآية 137 بإذن الله تعالى. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم. على سبيل وقف تام على رأس الآية لا وقف في إيه. نعم صحيح صحيح. طيب خطأ. احنا هناخد خطأين ولمسة فنية سريعة. الخطأ الأولاني احنا عندنا في الآية ديت كم غنى سيدنا؟ الناس اللي بتنظر على حسن الصوت. صدقني مرة أخرى أقولها لك، لو أنت ضبطت أحكام التلاوة وخاصة سبحان الله في شوية غنن وشوية مدود خلاص هتلاقي نفسك وأزمنة حروف متحركة بس يعني طبعا أحكام التجويد كاملة. لكن أنا عايز أقول سبحان الله الذي يزين. نعم. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. نعم. كما جاء في صحيح مسلم. فأنا قلت كده سيدنا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. نعم. بهذا الوصف فيعني اللي بيجي يقرا يروح قايل ايه ان الذين امنوا ثم كفروا وخلاص. طب فين احكام التلاوه هتحلي صوتك بفضل الله. الشيء الثاني وده كثير، الادغام بغير غنه اللي هو نون ساكنه او تنوين بعدها راء او لام. او لام. تمام كده. الادغام بغير غنه يقول لك ايه؟ يقول لك كفرا لم يكن. بقى انت سايب الغنن معناها موجودة في حفص. فين؟ عندنا في بعض طرق حفص، بعض طرق حفص فيها الإدغام بغنى. أيوة معلم أنا قصدي أقول أنا قصدي أقول إنها إيه طرق مش مشهور القراءة بيها ما بيسمعهاش كتير. أيوة صحيح. لكن هذا موجود. لكن حضرتك لما تأتي بتركيب طريق على طريق هذا لا يصح. خطأ خطأ. فأنا عايز أقول الرواية اللي بنقرأ بيها من طريق الشاطبية يترك الغنن وياتي في اللي هو بغير غنه ويحط لك ايه يركب لك كانه زمن الغنه وكان دوت حسن صوت. لا طبعا ليس بهذا الوصف صحيحا. فاقول كفرا لم يكن من رب العالمين ولا اقف اكثر من زياده تضعيف صوت الحرف المشدد. اخر لمسه فنيه. تمام. قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، طبعا هنا نفي وهنا ايضا ولا ليهديهم. فلو دفعنا الواو باللام في اللا النافية يكون أفضل. فلا أقول ولا ليهديهم، لا أقول ولا ليهديهم أداء سبيلا. أداء يعني أداء صوتي. أداء صوتي. نعم. أداء صوتي يبين المعنى يعني تقصد يعني. بارك الله نعم. فيك. نعم. نعم. أحسنت. طيب الآية التي تليها الآية 138 من سورة النساء اللي بيتابعنا حالا يعني ولم يتابعنا من بداية الحلقة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أقصر آية في ورد الإيه؟ اليوم. في ورد اليوم. نعم. طيب الوقف هنا كاف أو كاف في حالة إذا جعل ما بعده مبتدأ اللي هو الذين يتخذون. نعم. تمام. نعم. خبره أي بتغون، لكن إذا لم يكن ما بعده مبتدأ يبقى ليس بوقف. نعم. تمام. واتصل إيه المعنى هنا. نعم. تمام؟ صحيح. بارك الله فيكم. خطأ بقى ده هي آية قصيرة. طيب خطأ واحد قول الحق تبارك وتعالى. بصوا يا جماعة الخير على كلمة المنافقين في المصحف كويس ماشي. الألف الخنجرية دوت بيفرق بين المنفقين والمنافقين. واحد حد بيقرأ علي سيد الفاضل فبيقول لي الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين. لا يا عم مش كده مش كده ما تنفعش خالص ما تمشيش. أنا حتى من جهة المعنى ما تمشيش. أنت مش هتستسغها خالص. فطبعا الكثير للأسف الشديد بيبقى شايف الهيكل بتاع الكلمة واحد. نعم. لا بس هو أهل الأداء والضبط واصطلاحات الضبط عملوا لك إيه؟ قال لك الألف الخنجرية ديت تعني ألف إملائي كبير. بس طبعا هو دوت مضبوط على أولا الرسم العثماني وبعد كده ده ما كانش فيه تشكيل يا مولانا. اصطلاحات أنا واخد بالي اصطلاحات الضبط يعني أنا أقصد هيكل الكلمة هو كده. اصطلاحات الضبط جت فراحت قايت لك إيه؟ قايت لك طب إحنا هنحط لك ألف خنجرية صغيرة عشان نفرق بين هذا وذاك. ما هو اللي برضه هيجي يقرأ هيقرأ إزاي؟ ذكرتني بي 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 يعني كان في مذيعة زمان في الإذاعة وكانت بتستضيف حد فكان بيتكلم على القرآن فلا في كلمة مكررة في القرآن معرفش ليه يعني مكررة ليه. نعم. يا أيها الذين آمنوا
فلها ليه بيكرر يعني ليه التكرار في الايه يعني؟ فده ذكرني بانه قراها برسم بالشكل اي بالضبط صور يعني بدون ضابط وبدون تشكيل. أيوه. تشكيل نعم. اخر شيء سيدي الفاضل طبعا نخلي بالنا ان البشرى هو الخبر السار الذي ينقل فيعطي بشرا في الوجه. نعم. هو ياتي في الفرح الاصل فيه الا انه هنا اتى على سبيل التهكم كقوله تعالى بشر الذين كفروا بأن لهم عذاب أليم أيضا في عفوا في سورة الانشقاق في آخرها أيضا بشرى للكافرين فأنت تقول إزاي بشرى وهي للكافرين فهي على سبيل التهكم. تمام أحسنت. طيب آخر آية معنا بإذن الله تعالى ونستقبل صوت حضراتكم مباشرة بعد هذه الآية بإذن الله تعالى. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقف كاف أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقف كاف على رأس الآية وورد اليوم. وإحنا اتفقنا إحنا نقف إما على الكاف أو على التام ولا نقف على الحسن ولا على غير إيه الكاف والتام. نعم فإحنا وقفنا هنا عشان برضو طول الورد وما نطولش على حضراتكم. نعم. خاصة أن معايا الشيخ مروان يعني الشيخ مروان يعني حلقته بتبقى فيها يعني إسهاب في المعلومات يعني ربنا يبارك فيه يا رب يحفظه ويبارك في علمي. عفوا نتعلم من فضيلتكم. طيب خطأين خليه خطأ واحد عشان معانا اتصال. مخرجنا اول ما قلت انتهيت من الايه قال لي معاك اتصال 30 ثانيه ان شاء الله واقل. الذين نخلي بالنا بص سيدنا الفاضل هنبدا بايه؟ بال التي هي في الحرف. نعم. تمام كده همزه الوصل التي هي في ال في الحروف خلاص. تمام. اللي بيجي يبدا قد يبدا يقول ايه الذين لا ما ينفعش لحن جالي. كل ما تجد همزة الوصل في حرف أل في القرآن الكريم كله إذا ابتدأت به ابدأ مفتوح دائما الذين السماء العلم الحق وكذا. آخر شيء أيبتغون كثير من الناس بيقرأها زي ما أنا قلتها كده أيبتغون دون صفة القلقلة. نعم. لا محتاجين أيبتغون عندهم العزة حتى لا تضيع البال. نعم بارك الله. طيب ناخد أول صلاة معنا أبو يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا أبو يحيى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعني يا شيخ أشرف؟ سامعك إن شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. جزاكم الله خيرا وكل من كان سببا لإعلاء كلمة الله كما يحب ويرضى سبحانه. واجعلنا ممن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا اللهم شفاعته ومرافقته في الجنة بفضلك يا كريم. آمين يا رب. جزاكم الله خيرا. تفضلي حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب نتخفخ من طاقة شوية أم يحيى. الشيطان كده الطاقة ضعيفة قوي خليها إيه يعني قوية شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين أو الولدين والأقربين. نعم. أو الولدين والأقربين. أيوة أنا قلت نعم. قلتي أو الأقربين. صح شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله فيك يا أم يحيى. بس خدي بالك ما ينفعش أقول يا أيها الذين آمنوا وأقف مالهم النداء إيه النداء بتاعهم ماشي. نعم. فخدي بالك يعني توصلي زي ما وصلتي كده قلتي بالقس الشهداء قلت شهداء لله. ربنا يبارك فيكم ويحيى ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. ربنا يحفظك. جزاكم الله خير. الله يكرمك.
هنحاول نجزأ الورد اليوم على 3 اتصالات. مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله شيخ، وانت عامل ايه شيخ؟ الحمد لله في نعم حبيبي، ربنا يبارك فيك. هتقرأ معنا الورد؟ لا أقرأ بقى من وكيف سيقول السفهاء. سيقول السفهاء؟ طب اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طب الأول استعيذ بالله بقى يا درش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولوهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ما تجريش وما ايه عشان خد بالك من الحركات تبان بس. عن قبلتهم التي كانوا قبلتهم عليها. قبلتهم التي كانوا عليها. لا انا عايزك بص، قبلتهم لا. قبلتهم التي كانوا عليها. وعلي صوتك شويه كده يا مصطفى وهدي شويه ما تجريش. قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة. ما تقفش على اللام. جعلناكم أمة وسطا. وكذلك جعلناكم أمة. ما تقفش على اللام يا شيخ يا درش. وكذلك جعلناكم، مش جعلناكم كده بتعمل غنى. لسه كان بيتكلم الشيخ على الموضوع دوت، الشيخ مروان طبعا ضيفي في الاستوديو حبيبي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا. بارك الله فيك يا درش. بارك الله فيك. اسمع مني بقى من التلفزيون ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك. مصطفى يعني واضح ان هو حافظ كتاب اللي هو ايه، يعني يحفظ وبعدين يبتدي نضبط بعد كده احكام ونضبط تشكيل. ربنا يبارك فيك يا مصطفى. طالما بدات من البقره يبقى انت بتحفظ من خلف المصحف ووصلت ايه معاك سوره البقره دلوقتي عشان تختم القران. ده اللي انا يعني اكيد شيخ مروان، وانت شكلك ازهري يعني تمام. لكن خد بالك لازم ضبط الاحكام يا درش عشان تقدر تضبطها بعد كده، لان لو كملت على كده ورجعاتك كانت كده هيبقى في عندك مشكله بعد كده في الايه، في ضبط القراءه. ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منين يا شيخ اشرف؟ ابدأي من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله. يا ايها الذين امنوا ثم قفوا. يا ايها الذين امنوا امنوا. الايه 36 ان شاء الله. 136. 36. 136. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي والكتاب الذي انزل على جبت انزل منين؟ انت بتقراي من المصحف صح يا استاذه ايمان؟ نزل حاضر. ايوه خدي بالك. نزل على انا بص اقول لك على حاجه، تصلي على النبي الاول. عليه الصلاه والسلام. انا عايزك ما تقرايش بالقوه ديت، خلي القراءه اسهل من كده. تمام؟ ماشي حاضر والله. حاضر حاضر. لا 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 انا قصدي اقول لك ان انت ايه، لو تعودت تقراي كده مش هتقدري تقراي يعني ايه ربعين ولا حاجه وتلاقي نفسك راح والاحبال الصوتيه بقى فيها يعني لا قدر الله التهابات بسبب الايه الضغط على الاحبال الصوتيه، فانت هدي القراءه عشان تقدري تقراي كم من القران. ماشي حاضر هقرأ بالراحة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يقبل فر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الآخر. حاضر.
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله فيك يا احنا قلنا حذرنا من البدء هذا البدء، لكن يعني ربنا يبارك فيك بتبذلي مجهود طيب، ربنا يبارك فيك. انا عايزك بس اخف عنك الجهد اللي بتبذليه في القراءه بس، يعني مقصودي ايه؟ ان كل ما قرانا القران ربنا عز وجل يقول ولقد يسرنا القران للذكر، فهو ميسر في القراءه وميسر في الفهم وميسر في العمل وميسر في كل شيء. نعم. فيعني ربنا يبارك فيكي عشانك انت تقدري تستمري يعني، لكن واضح ان انت محبه للقران، ربنا يبارك فيكي ويحفظك. معنا اتصال استاذ ايمن. فاطمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك اتفضلي. اهلا اهلا يا شيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نكمل بقى. إن الذين آمنوا ثم كفروا، عشان ما هو اللي فاضل أنا بقسمها ثلاثة يعني ثلاث أثلاث. اتفضل. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة كأن العزة لله جميعا. بارك الله فيك. ونفس نصيحة إيمان يعني أستاذ إيمان قبل حضرتك، خف شويه برضو كمان، انت ما شاء الله واضح ان انت يعني دارسه لل. ناخد عمر. طيب ما برضو ناخد بقى كلمه من الشيخ مروان قبل ما نختم. عمر السلام عليكم. انا بكلم مخرجنا. ازيك يا عمر؟ عليكم السلام. انا والدة عمر يا شيخ اشرف. ربنا يا رب يديك الصحه والعمر وحسن العمل، واشوف عمر كده يا رب زيك انت والشيخ مروان يا رب. الله يرفع قدرك ام عمر ويبارك في عمر واخواته. اللهم امين. هو هيقرا مع حضرتك اهو. طب ادينا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. كويس ولا كويس؟ طيب هتقرأ معانا ايه يا عمر؟ يا أيها الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا على أنفسكم أو الوالدين أقربين والأقربين ليس أو فقيرا الله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. أنت عندك كم سنة يا عمر؟ خمسة. خمسة؟ خمس سنين. طب ما تزقش يا عم، تزعق ليه طيب؟ بالراحة طب عليا، ده أنا يعني مسكين. بارك الله فيك يا عمر، ربنا يحفظك يا عمر ويبارك في والديك وفي إخواتك وفي من علمك القرآن ما شاء الله. ازاي بس اديني بس نصف دقيقة بس الشيخ مروان يعلق بخطأ واحد بس ايه سمعه وتكرر معنا في الاتصالات. طيب انا يعني اخونا الذي قرأ في سورة البقرة هو اتى بإمالة، هو مش واخد باله، يقول ما ولاهم عن قبلتهم. هو بيعمل عايز يرقق الحروف. فنخلي بالنا ما نقولش ولاهم، نقول ولاهم عن قبلتهم. اخر حاجة حضرتك انت صلحت له شيء، ناخد قاعدة ونحاول نتدرب عليها. أي حرف مضموم في القرآن الكريم يأتي بعده همزة وصل نراعي تحقيق الضم، وإلا كسر الحرف أو نعم. أشمم نعم. فالأسهل إيه، الكسر ولا الضم؟ لا الكسر. الكسر فيقول لك عن قبلتهم التي. أيوه بالظبط. وده كثير من الناس بيفعله. نعم. وخاصة بقى كمان لو كان هذا الحرف واو مضموم بعده همزة وصل. تمام. اشتروا الضلال. نعم. وهي مضمومة للخمس صغيرين. طب ايه اللي حاصل؟ نقول اشتروا الضلالة. فأنا محتاج جهد
ابذله عشان اطلع بالحرف مضموم ضما محققا. بارك الله فيك شيخ مروان. في نهايه الحلقه بشكر ضيف الاستوديو الشيخ مروان يحيى، شرفتني شيخ مروان واسعد بك في لقاءات قادمه باذن الله تعالى. كما اشكر كل من شاهد هذه الحلقه وكل من اتصل علينا وكل من حاول ان يتصل ولم يصل الينا، وشكر خاص لاخونا الحبيب ايمن النبراوي مخرج هذه الحلقه وفريق العمل معه. والتقي بحضراتكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء مع حلقه جديده وورد جديد وضيف جديد. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. يهدي الارواح، يشفي الاتراح، هذا القران نور وضاح. يهدي الارواح، يشفي الاتراح، هذا القرآن.